شيك جدا جدا فعلا خلوا شكل الشنطة مختلف جدا، بجد، شكله تحفة جدا جدا، طوله كويس، حبيت لونه حلوة قوي وصغيرة ومش بتاخد أي حجم في الشنطة. حلوين حلوين حلوين. في كسر قامته مضلعة كده. هاي هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ويلكم باك تو ماي شانل. فيديو النهارده هنعمل انبوكسنج لمشترياتي من شي ان. فيديو النهارده هيكون ميكس كده ما بين شويه لبس على شويه شنط على شويه توك واكسسوارز زرع صناعي وستيكرز وحاجات كتير كده متنوعه من شي ان. من غير رغي كتير يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هفتحها هو سويت شيرت ده، كنت جايباه عشان عليه دبدوب، هو في منه كذا لون، حبيت ان انا اختار اللون النبيتي ده. شكله بيجي معاه كده مكان كانه قميص كده، ومن هنا الدبدوب اللي انا كنت عايزه اشتريه عشانه، وهو شكله شيك جدا جدا. الخامه بتاعته مش تقيله قوي، يعني خامه شتويه عادي ولكن مش تقيله قوي، يعني المفروض ان يتلبس تحتيها حاجه، ولكن اتس اوكي. هو حلو وطوله حلو وشكله حلو. تاني حاجه اشتريتها هو سويت شيرت ده، هو لونه زي بيربل فاتح كده، وكمان مكتوب عليها الكلمه دي، عجبتني قوي الكلمه والوانها كمان. هو السايز بتاعه واسع، يعني مثلا لو انت السايز بتاعك ميديم ممكن تجيبي مقاس اصغر شويه، ولكن انا حبيت ان انا اوسعه لان انا بحب ستايل الاوفر سايز. انا لبسته كتير قبل كده وفعلا من القطع العمليه جدا 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 والشيك جدا. كمان الكابيشو ده من الحاجات العملية وبتدفي وكل حاجة، فأنصح بيه بشدة. تالت حاجة ودي من أحلى حاجات اللي أنا جبتها في الأوردر ده، وهو السويت شيرت ده. حبيت لونه، لونه فظيع، لونه تحفة جدا. أنا جايباه عشان الضفدع الصغنونة العسولة دي، برضو هو بكابيشو، عملي جدا 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 وخامته تحفة. فعين جبت اهم حاجه تقريبا في العالم بالنسبه لي الفتره دي، هي البنطلونات اللي بتكون ستايلها الكوري، هي بتكون واسعه شويه. بجد بعشق الحاجات دي، انا اساسا بقيت عاشقه للدراما الكوريه وكوريا وكل حاجه تتعلق بكوريا بما فيهم الستايل الكوري. انا جبت اللون البيج عشان بحس ان هو البيج ده من الواني المفضله مؤخرا، بلس كمان ان هو من الالوان اللي بقت بيزك جدا، اللي تقريبا لازم تكون موجوده عندك لانها بتليق على معظم الالوان، فجبت منه اللون البيج ده. بجد شكله تحفه جدا 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 وخامته جميله. هو بيكون واسع كده من تحت شوية، وده شكله من ورا، وبيكون من هنا كده في جيب وفي كسر كده من قدام. بجد شكله تحفة جدا 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 جدا. كمان جبت من نفس البنطلون اللي فات اللون الاسود ولكن ستايل مختلف، اهو اللون الاسود برضو، من هنا في جيب ومن قدام في كسر ومن ورا برضو في جيب، وهو برضو طويل وواسع من تحت. بجد من الحاجات التحفة، واكيد اكيد اكيد لازم لو في حاجة انا بحبها وبحب البسها كتير لازم يكون في منها اللون الاسود عندي، عشان اللون الاسود اكتر لون بيزك سيد الالوان لازم يكون موجود عندك، عشان هو اكيد هيليق على كل اللبس اللي عندك. بعد كده جبت الشنطه دي، هي شنطه التوت باج، من الحاجات فعلا اللي بحسها عمليه جدا وحلوه، بحس ان هي بتدي الفايبس او الستايل الكوري اكتر. اول حاجه هي لونها بينك فاتح كده، بيكون فيها جيب من قدام، ومن جوه بيكون في حاجه بتقفل الشنطه، وبعد كده من جوه واسعه بس كده. حبيت لونها جدا جدا وشيك. كمان جبت توت باك تانية ولكن بلون مختلف وستايل مختلف، بحب اللون ده جدا جدا جدا، بقى من الواني المفضلة اخيرا. لون شتوي ولون صيفي بقى مؤخرا بيطلع موضة دايما في الصيف وفي الشتاء. انا جبتها بالشكل ده، هنا في جيب وهنا في جيب، ومن جوه برضو في الحاجة اللي بتفتح وبتقفل في الشنطة، وهي من جوه كمان اوسع من اللي لونها بينك. بجد شكلها تحفة 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 جدا.
كمان في من تحت حاجة كده كأنها كرتونة أو كأنها يعني حاجة كده دعمة للشنطة يعني عشان تشيل حاجات أتقل وكده، فبجد تحفة جدا. أنا هحط من هنا فيها ميدالية، وممكن أحط فيها هنا دبابيس يعني على شكل دباديب وحاجات من دي تدي فايبس أحلى، وهي بجد حلوة جدا. من اكتر الحاجات اللي عجبتني جدا انا طلبتها في الاوردر ده هو الشيء ده. ده عبارة عن تيشيرت، بس هو مش تيشيرت، هو عبارة عن قماشة كده، ومن هنا في دراع ومن هنا في دراع، وهو بس مهمته ان هو يتلبس على الحاجة كده. فعلا من الحاجات اللي بتدي فعلا شكل مختلف خالص للاوتفيت. طبعا ممكن تعملوه كده تربطوه، وممكن تسيبوه كده. فعلا من الحاجات التحفة جدا. بعد كده جبت البيزك ده، جبت لونه بيج. ده شكل البيزك، هو رقبته مفتوحة شوية، والخامة بتاعته خامة مضلعة كده شوية. فعلا من الحاجات الحلوة جدا، وبيتمد كده. من الحاجات اللي هي مهمة جدا اللي تكون عندنا سواء في الصيف او في الشتاء، عشان بيتلبس كبيزك كده تحت اللبس، وفي مثلا جاكيت، فوقيه مثلا اي حاجة مفتوحة. فعلا من الحاجات المهمة جدا لازم تكون موجودة في دولاب. بعد كده جبت الشيء ده، ده فرشة اتفتح، جزء منها بيكون مراية، جزء منها بيكون فرشة. دي بتكون عملية مثلا لو حد مش محجب وبيحتاج مثلا ان هو يكون معاه فرشة برة او كده، بتبقى حلوة قوي وصغيرة ومش بتاخد اي حجم في الشنطة. كده جبت الميدالية دي من فتيات القوة، بحب البراند ده قوي على شي ان، هو براند بيعرض تقريبا فيها كل حاجة على فتيات القوة. فمن هنا كده في الشكل ده لفتيات القوة، ومن هنا في زي فرو كده، ومن هنا مكتوب ايه، باور جيرلز كده. من هنا كده شكلها تحفة جدا جدا جدا. انا هعلق دي في الشنطة دي عشان تكون شكلها كده. بعد كده جبت التوك دي، جبت منها اللون اللي هو البيربل الفاتح، وجبت منها اللون البينك. فعلا شكلهم تحفة جدا 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 جدا، وكمان الوانهم رقيقة قوي. حلوين حلوين حلوين. بعد كده جبت السكارف ده، شكله تحفة، بعشق جدا جدا الزهرة دي، عشان كده جبتها. ده ممكن يتلبس باكتر من طريقة، ممكن مثلا يتحط على الشنطة، ممكن مثلا يتحط على الشعر مثلا بالشكل ده كده، وممكن مثلا يتحط على الرقبة. فعلا بيتلبس باكتر من طريقة، والشكل ده يجنن، تحفة جدا. بعد كده جبت القبعة دي، اي حد عارفني عارف قد ايه انا بعشق الستايل بتاع الكاوبوي، بتاع البوكيت هات، او بتاع اي قبعة عموما. فانا جبت اللون الاسود ده عشان من الالوان البيزك اللي لازم دايما تكون موجودة في اي حاجة، في لبس، في شوزات، في اكسسوارز، في اي حاجة لازم يكون عندنا اللون الاسود ده. فانا جبته بس كده تحفة. بعد كده جبت الحاجات دي، دي فرشتين كده بيجوا مع بعض، فرشة حواجب شكلها تحفة، وباين عليها ان خامتها تحفة، هما اتنين بيجوا مع بعض. بعد كده جبت فرع الزرع ده، ده نفس الفرع بتاع ايكيا، ولكن من غير بوت، بس هو موجود عندهم في السايت في بوت عادي، بس انا حبيت اللي هو من غير بوت. فانا جبت ده، ده هنا مكان ما انتي بتحطيه في البوت كده من الحتة دي، هو طوله كويس، محتاج بس يطلع من بعضه. هو طوله كويس جدا جدا جدا، وشكله حلو، وبجد نفس الخامة بتاعت ايكيا، ولكن طبعا مع اختلاف فرق السعر اللي بقى في السماء. بعد كده جبت الحاجات اللي هي كيوت قوي قوي دي. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن اشكال دباديب كده، كل شكل بيجي منه اتنين. دي عبارة عن حاجة كده بتتجاب عشان تتحط مثلا على اللبس، عشان تتحط على الشنط، عشان يعني تتحط كده انها تدي شكل احسن يعني للحاجة. ممكن مثلا يتحط شكل من تحت من هنا كده، وشكل مثلا تاني يتحط مثلا بالجنب كده. فعلا خلوا شكل الشنطة مختلف جدا. بعد كده جبت الحلقان اللي شكلها كيوت قوي دي، اللي عليها دباديب.
ده شكلهم من قريب، شكلهم كيوت قوي قوي قوي. بعد كده جبت اشكال الستيكرز دي، شكلها بجد تحفه جدا، هوريها لكم دلوقتي. لحد هنا خلص فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ولحد ما أشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير وإلى اللقاء.